السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزين. إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن ظروف بإذن الله. واليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الشهيوة الغداء معتبر، يعني طريقة أخرى نتناولوا بها السردين. السردين مشوي على الفحم تيجي رائع ولذيذ، يعني كيجي غزال بهالطريقة. نتمنى تجربوه في بيوتكم وينال استحسانكم ورضاكم وتاكلوه إن شاء الله بالصحة والهنا. يعني كنعرفوا الطياب د الفاخر كيجي رائع، واذا ما يعني ما توفرتش لكم ممكن بنفس الطريقه تطيبوه في الفرن. لهاد الشهيوه احتاجيت لهنا عندي 3 كيلو ديال الكفته ديال السردين مطحونه مع الربيع، ومع هاد الكفته تقريبا واحد 9 الفصوص كبار ديال الثوم مطحونين معها، يعني ربيطه ديال الربيع ما بين قزبر ومعدنوس، واحد 9 الفصوص كبار ديال الثوم اللي طحنت مع الكفته. غدا هنا وزدت واحد الفص زياده مع واحد الحبه متوسطه ديال البصله محكوكه بهذا الشكل. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره مملوءه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه كبيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، والراس المعلقه ديال الفلفل الاسود. عندي معلقه صغيره ديال المطارد، الملح كيبقى حسب الذوق، وضروري يعني باش يتقبط لهنا الكفته ديال هذا كنضيفوا ليها واحد 5 المعالق ديال لاشابلوغ او للخبز المحمص المبشور، وزيت الزيتون. واذا انا بغيتها شويه ريجيم درت لها زيت الزيتون، يعني ما عندكمش اشكال غتحكوا فيها الشحمه الكلوه، راها كتجي هائله بالشحمه الكلوه. انا فقط اكتفيت بزيت الزيتون باش تكون شويه ريجيم. على ديك الكفته ضفت لها توابل، داك الفص زياده ديال الثوم، وايضا حبه متوسطه ديال البصله محكوكه. بالنسبه للثومه يعني في المجموع غادي تكون واحد الراس صغير ديال الثومه محكوكه في هذه الكفته، ومعلقه صغيره ديال المطارد، وزيت الزيتون غديروا تقريبا حتى النصف كاس ديال زيت الزيتون. انا ضفت شويه ملي كنت كنخلط زدت مازال الزيت. الملح تقريبا قياس واحد معلقه ديال الملح، ودائما الملح كيف قلت راه كيبقى حسب الذوق ديال كل شخص. وغادا نضيف ليها لاشابلوغ، هاد لاشابلوغ يعني باش كتجمع لينا الكفته. ممكن ايضا البابة ديال الخبز، هنا عصير ديال الحامض حامضه معصره، عصير ديالها انا نسيت ما حطيتهاش في الاول. وكيف قلت الخبز المحمص 5 المعالق كبار ديال الخبز المحمص، درت 6 المعالق، 6 المعالق كبار ديال الخبز المحمص، يعني باش كتجمع لينا ديك الكفيته. وممكن تعودوها بالبابه ديال الخبز ديال الباكيت، او الخبز ديال الباكيت كتفزقوه في الماء وتعصروه من داك الماء وكتوضعوه، يعني القياس ايضا بنفس الطريقه، يعني كيجمع لينا الكفيته وتيلبيها، يعني كتجي ما كتجيش ناشفه، كتجي ملبيه. وكيف قلت لي ما عندوش اشكال ممكن يضيف الكفته لهاد الكفته شحمه محكوكه، شحمه ديال الكلوه ولا شحمه ديال الجمل، يعني كتجي فيها غزاله الشحمه، يعني بطبيعه الحال غادي تعطيها واحد المذاق اضافي، وكتجي يعني كتجي دهنيه ما كتجيش ناشفه. انا فقط وانا كنخلط ضفت لها شويه ديال زيت الزيتون، بحال تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون في المجموع اللي بغى يتفادى الشحمه. صافي، وغادي نخليوها من بعد ما خلطتها كتدعكو فيها الاقامه حتى كتنسجم بهذا الشكل. غادي نخليها ترقد فيها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، وغادي نطلعوا للسطح باش نوجدوا الشهيوه ديالنا. هذه هي الكليسه اللي عندنا في السطح، دايرين هذه الكليسه. صافي، كنبداو نوجدوا حرابل بهذا الشكل، يعني حتى نوجدوا نكملوا البلاطو اللي غادي نخدموا فيه، وهذا كامل بهاد الحرابل يعني حتى كنوجدوهم كامل عاد تندوزوا للمرحله ديال الشواء. نوجدوا الحرابل ونوجدوا الطبيله ديالنا، يعني كيكون كل شيء محطوط من الزر فوق الطبله باش كيبقى غير من الشوايه ديالك الطبق الرئيسي. صافي، كنزلوهم في الشوايه بهذا الشكل، ونبداو يعني كنقلبهم على الجهتين حتى كيتحمروا. هادو ما دايرينش دخان لان غير بزيت الزيتون، ملي كتكون شحمه تيديروا شي شويه ديال الدخان، وكيف قلت الشحمه راه ضروري كتلذذ واحد شويه وكتيدمهم، وحتى بزيت الزيتون جاو رائعين ولداد.
كنقلبوهم كيف قلت على الجهتين حتى كيتحمروا لنا بهذا الشكل. وما تفوتوش ليهم الطياب باش ما يجيوش قاصحين، يعني الطياب يكون قياس. وهذه هي الطبيله من بعد ما وجدتها، سلطه بالطماطم والفليفله وبصله، سلطه ماروكا والفريت يعني في الفرن. انا هذه البطاطا يعني فايته نزلتها في شحال من وصفه. وخبيز وهذه هي الكفته ديالنا من بعد ما تشوات، تجي خفيفه بهذا الشكل، مذاقها كيجي رائع جدا. وطريقه اخرى يعني نتناولوا بها السردين، يعني كتجي روعه. انا متاكده اذا جربتوا هذه الطريقه غتوليو مدمنين عليها، لانها كتجي غزاله، يعني كتجي شهيوه معتبره. كنغيروا بها دائما الاطباق ديالنا اليوميه من باب التغيير والتنويع. وهذه طريقه اخرى، هذا ديال السردين يعني كامل، كيف كنجيبوه كنغسلوه وكنرشوه بشويه ديال الملح وتيتشوى ايضا بهذه الطريقه، كيجي ايضا حتى هو رائع. وبهكذا حلقتنا ديال اليوم غادي تكون سالات. نتمنى هذا الاقتراح اللي عطيتكم اليوم يروقكم وينال استحسانكم ومرضاكم، وتجربوه في بيوتكم وتاكلوه بالصحه والهنا. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنسونيش دعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك وانضموا للقناه ديالي. وشكرا للمتابعه، وانتظروني في الحلقات المقبله باذن الله.